بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في تكملة لشرح تجميعات قدرات الجامعيين للعام 2020 من هذا الكتاب الهام المتميز في قدرات الجامعيين. هنتناول بالشرح الجزء الأول، هو الجزء الحسابي، مع السؤال الأول. بيقول هنا: يذهب محمد يوميا إلى النادي الرياضي ويحرق 55 سعرا حراريا في 10 دقائق، فإذا أراد أن يحرق 220 سعرا حراريا كم دقيقة يحتاج؟ أنتوا عارفين طبعا كلما زاد الزمن زادت السعرات الحرارية الإيه؟ المحترقة. يبقى هذا بنسميه تناسب. تناسب إيه؟ تناسب طردي. كلام صحيح. كيف التناسب الطردي بينكتب؟ أكتب هنا 55 في 10 دقائق. طب 220 في كام؟ في س. وأقول هنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. الس معاها 55، يبقى هنا أقول س تساوي 55 تحت، وأضرب هنا 220 ضرب 10 فوق. دائما اللي مع السين بيكون تحت. ثم نعمل عملية تبسيط، ممكن نقسم على 5، على 5 فيها ال 11، 10 على 5 فيها ال 2. خلي بالنا جدول الضرب مهم، هنا 11 وهنا 22، لما أوخر الصفر شوية أقسم على ال 11 فيها ال 1، 22 على ال 11 فيها ال 2 وأضع الصفر. تصبح هنا قيمة السين تساوي أضرب 20 في 2 هيعطينا 40، يعني هيحرق 220 سعر حراري في 40 دقيقة، وبكده أختار ألف. في حل آخر وأسهل لهذا السؤال باستخدام استراتيجية اسمها استراتيجية التدرج المنتظم، إن أنا أقول هنا 55 سعر حراري في 10 دقائق، أضرب هذه في 2، يبقى هنا 110 سعر حراري أضرب في 2 يبقى في 20 دقيقة. نخلي بالنا إن 110 لو ضربناها كمان مرة في 2 تعطينا 220، وهنا كمان أضرب في 2 يدينا 40 دقيقة. الآن عندكم طريقتين للحل والجواب بيكون ألف. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال على الجذور. بيقول هنا: عدد إذا طرحته من جذره التربيعي يكون الناتج 72، فما العدد؟ انتوا عارفين طبعا العلامة دي هي علامة الجذر التربيعي. لو قلت مثلا الجذر التربيعي ل 64 يطلع كام؟ كلام صحيح 8. لو قلت الجذر التربيعي ل 100 يطلع كام؟ جذر التربيعي ل 100 يعطينا 10. لو قلت الجذر التربيعي ل 81 كم يطلع؟ فعلا كلام صحيح 9. يبقى أول حاجة عندي أستبعد الباء، لأن 90 ليست لها جذر تربيعي، ونعمل عملية تجريب. طبعا لو طرحنا من ال 64 8 هيكون الجواب أقل من 72، فهذه خطأ، ألف خطأ. والمية لو طرحت منها 10 هيعطينا 90، برضو هنا المية جيم خطأ. ما عندي إلا مين؟ إلا د. كلام صحيح. لو أنا قلت 81 هو العدد وجذر التربيعي 9، أطرح 81 ناقص 9 هيعطينا 72، ودال هو الخيار الصحيح. مع السؤال الثالث بيقول هنا: علبة حليب حجمها 250 ملي لتر وجالون ثلثه. خلي بالنا الثلث فقط يساوي 750 ملي لتر، فكم علبة حليب نحتاج لمل جالونين؟ طبعا البداية بيقول هنا الجالون ثلثه، يبقى لازم اخد الان ال 750 اللي هي الثلث واضربها بثلاثة عشان يعطينا حجم الجالون. الضرب بطريقة سهلة، اضع الصفر اللي هو ده واضرب الثلاثة بخمسة بخمستاش، وفي اليد واحد، 3 في 7 ب 21، 1 يعطينا 22. يبقى الجالون الواحد ساعته 2250 ملي لتر. هو بيقول جالونين اضرب هذه في 2، يعني ادبل هذا العدد 2250، لما ادبلها يعطينا 4500. دائما لما يطلب مني عدد العلب اقول ان العدد بيساوي الحجم الكبير على حجم العلبة الواحدة. الحجم الكبير 4500، اقسمها على العلبة الواحدة اللي هي 250. بطريقة سهلة ابسط، اواخر الصفر ده مع الصفر ده، هذا العدد يقبل قسمة على 5 وهذا العدد يقبل قسمة على 5، برجاء الرجوع للفيديو السابق اللي هو قابلية القسمة. اقسم على 5 فالخمسة، 45 على 5 فالتسعة، لان الخمسة بتسعة ب45 واضع الصفر. طبعا التسعين على الخمسة في طريقة سهلة للقسمة على 5، ان اضاعف هذا العدد واخر منه صفر. التسعين ضعفها 90 وتسعين 180 واشيل منها الصفر. هذه طريقة القسمة السريعة على الخمسة. يطلع الجواب 18، وبكده اختار جيم. مع سؤال سهل على الكسور، بيقول لنا احسب قيمة المقدار 99 زائد 99 زائد 99 على 99. طبعا في خطأ شائع، الناس هنا تحذف ال 99 هذه مع ال 99 هذه، خطأ. ليه؟ لأنها وجود عملية الجمع.
لو ضرب يبقى صح، انما الطريقة الصحيحة اكتب المسألة مرة تانية 99 زائد 99 زائد 99 على 99. طبعا في كمان طريقة خطأ ان انا اجمع واقسم، ادي بتطول زيادة، انما اسهل طريقة ان انا اخد العامل المشترك، دول كام 99؟ دول 3 99، وتحت هنا 99، اعمل عملية تبسيط، اقسم هنا على 99 فيها الواحد على 99 فيها الواحد، هنا بسطنا لان في هنا عملية ايه؟ عملية ضرب، ما صار عندي الا 3 في 1 يساوي 3، وبكده اختار الف. مع سؤال اخر هام يقول هنا عدد مكون من رقمين يعني احاد وعشرات، فاذا كان عشراته ضعف احاده، ومجموع الرقمين الاحاد والعشرات يعني يساوي 9، اوجد العدد. في استراتيجية مهمة اسمها استراتيجية الاستبعاد، وبيقول هنا ان الرقمين دول مجموعهم 9، طبعا شفنا هنا 4 و8 مجموعهم 12 لا، وهنا 1 و5 مجموعهم 6 لا، 48 مش مجموعها 9، وكده ما عندي الا مين؟ الا باء. كده انا حليت السؤال. لو حبيت اتحقق هنا 63 اللي هو العدد، نلاحظ ان العشرات هو ضعف الاحاد، ادي اول معلومة صحيحة، ومجموعهم 6 زائد 3 يعطينا 9، كلام صحيح. مع سؤال آخر من التجميعات، دول هنا مزرعة تحتوي على بقر ودجاج، إذا كان عدد الدجاج مثلي عدد البقر، يعني الدجاج هنا هو الأكبر بالضعف، وكان عدد قوائم أو رجول البقر يساوي 52، فكم عدد الدجاج؟ عارفين طبعا البقر لها أربع إيه؟ أربع قوائم أو أربع رجول. يبقى أول حاجة هنا أجيب عدد البقر، إن أنا أقسم الـ 52 هذه على الأربعة. طبعا في طريقة سهلة للقسم على الأربعة، أجيب النصف النصف، نصف الـ 52 26، ونصف الـ 26 يعطينا 13. إذا كان عدد البقر 13 فعدد الدجاج هو آلة ضعف، أضرب 13 في 2 هيعطينا 26، وبكده أختار جيم. نلتقي غدا إن شاء الله مع تكملة لشرح تجميعات قدرات الجامعيين لعام 2020 من هذا الكتاب المتميز في قدرات الجامعيين. شكرا والسلام عليكم.